اللي كيوضح شنو هي الأشياء اللي ينبغي أن نلتزم بها أشد ما يكون التزام. وهو يحدد المرجعية التي ينبغي أن نستند إليها، يرتكز أو يستعمل في الرسالة مفردات ومنطقات بليغة ودقيقة جدا تحيل إلى أن نحن الناطقة أو إلى سلطة التأطير والتوجيه، إلى إمارة المؤمنين، إلى الصلاحية الدستورية للملك بصفته كما ينص على ذلك الفصل 42 رئيس الدولة وممثلها الأسمى، وهو الذي يسهر على حسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق الإنسان. يعني الفصل 42 يجعل الملك هو الصاهر على احترامات الحقوق والحريات، لذلك فإليه يعود أولا اتخاذ المبادرة في المراجعة، ثم تحديد المرجعية والحدود والنطاق ديال هذه المراجعة. فتتكرر في الرسالة العبارات مثل فنحن حريصون، نحن حريصون على أن يتم ذلك في إطار كذا، وأننا واثقون بأن، فقد ارتأينا ندعو هذه المؤسسات، كما تتكرر عدة مرات أفعال يجب ولا يمكننا. طبعا جلالة الملك كان قال حتى في لا يمكنني أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحل الله. وقدمت في بداية هذه الندوة عرضا افتتاحيا حول تضمن قراءة في رسالة الملكية إلى سيد رئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأحوال الشخصية. حاولت في هذه المداخلة أن أبرز الدلالات العميقة والرهانات البعيدة للرسالة الملكية من حيث منهجية المراجعة وآلية المراجعة، وكذلك نطاق هذه المراجعة بما حدده جلالة الملك من معالجة الاختلالات في بعض مقتضيات المدونة كما أبنت عنها التجربة والممارسة القضائية، وكذلك الملائمة ديال المدونة مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية، وأيضا ملائمة وهذا شيء مهم وخلق الانسجام مع المنظومة القانونية التي تطورت بشكل كبير في بلادنا وفي مقدمتها دستور المملكة. بمعنى أننا نخاطب الجهاز القضائي، إذا أولا يجب أن نستمع مسألة مهمة هي ضرورة توحيد المصادر القضائية وضبط السلطة التقديرية للقاضي في مسألة ترويج النسب، هذه مسألة مهمة جدا، ويعني في صميم البعث القضائي لمراجعة المدونات الأسرة. نؤكد من هذا المنبر على أن مشكلة النسب في المدونات الأسرة لا تكمن في الاجتهاد القضائي، وإنما تكمن في نص المدونة بالأساس، والذي يكرس تمييزا بين الأطفال الموجودين داخل العلاقة الزوجية أو خارجها، كما أنه يقيم تمييزا بين النساء والرجال على مستوى استعمال وسائل إثبات النسب. كما تعلمون نحن اليوم في إطار ندوة وطنية حول تعديلات المترقبة وأي إصلاحات ممكنة لهذه المدونة مع الرسالة الملكية والرؤية الملكية السامية. فموضوع مداخلتي كانت تتمحور بالدرجة الأولى حول الأبعاد الاستراتيجية للمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وفق الرؤية الملكية السامية. تكلمت في هذا الإطار هذا حول تحديد هذه الأبعاد بالدرجة الأولى، والتي تتمثل في البعد القانوني الحقوقي بامتياز، على اعتبار أن مجموعة من المقتضيات الخاصة بالمدونة يجب أن تلائم الدستور المغربي، وخصوصا بالدستور 2011 الذي عرف يعني واحد الثورة حقوقية علمية بامتياز. فيجب على النصوص المدونة أن يعني تراعي هذا التطور القانوني والحقوقي، كذلك يجب ملائمة مقتضيات مدونة الأسرة مع الاتفاقيات الدولية، وخصوصا الاتفاقيات التي تنص على التمييز، عدم التمييز بين الجنسين. لكن
يأتي هذا النشاط العلمي في إطار السياق الذي يعرفه المجتمع المغربي قاطبة، سيما النخبة الثقافية، ونحن بدورنا كأكاديميين انخرطنا في هذا الورش من أجل عقد مثل هذه الندوات وهذه المؤتمرات وهذه الورشات العلمية مساهمة منا وأداء للواجب المهني، لأن هذه المناسبة التي يجب أن يساهم فيها الأكاديمي من موقعه ومن مسؤوليته، سيما وأن كلية الحقوق تعتبر مادة مدونة الأسرة بين المواد الأساسية التي تدرس للطلبة. بل أكثر من ذلك، هناك مصدرات متخصصة في الدراسة العليا تعتني بالأسرة والطفل وحقوق الإنسان. بصفتنا كهيئة فنحن نشتغل على مجموعة من الملفات ذات الصلة بالقضايا المجتمعية وعلى رأسها مدونة الأسرة. اليوم نحن ملزمين بفتح نقاش حقيقي حول هذا العمل، لأن ليس بالسهل أن نتطرق إليه من الجانب القانوني، بل يجب أن نتطرق عليه بالجانب الاجتماعي. فتتمين الأسرة وتحسين الأسرة عبر فتح نقاش حقيقي مع الخبراء والأكاديميين وذوي الاختصاص. اليوم كنقول للجميع لا يمكن الاشتغال على هذا الملف من الزاوية ديال الإحسان ولا من الزاوية ديال التصوف، بقدر ما نقول يجب علينا أن نشتغل على هذا الملف كمواطنين اللي كنزلوا الإرادة الملكية اللي كانت واضحة في الرسالة الملكية، ألا وهو إعطاء رؤية لمدونة الأسرة تحافظ على الأسرة، تحافظ على الشريعة الإسلامية، على مبادئ الدين والتسامح. ونزعوا في المخص قال على أن الناس اللي كيشوفوا الفتحة ويكون عندهم أولاد كيتمنى أن المجتمع يتدخل وأن يخلي ديك اللون ديال الزوجية مفتوح باش الحفاظ على هذه الأسرة. نقول لها أن هذيك اللون اللي خليتها راه مزيون في المدونة، يعني المدونة جات فتحة زواج القصيرات أو تحب زواج القصيرات، غادي تجي القصيرة وكاين منك أنك تعطينا الإذن ولا رفضتينا غادي تمشي تزوج بالفاتحة وتقول الأولاد وتجي تقول لك أنا عملت الزوجية. تعدد كذلك.